أستاذ القدير عبد العزيز بن سلطان العصيمي من عتيبة الهيلة، أنا سعيد جدا بتواجدي معك في هذه الليلة. والشيء الثاني، أنا سعيد جدا بشوفتك. أنا أسعد بشوفتك وأسعد أني متواجد معك طال عمرك. يا ربي طول عمرك، شرفت فيك. يا مرحبا أستاذ عبد العزيز، هل راح نشوفك الأيام القادمة؟ راح نشوفك كثير. سلطان دراهمي عند الرجال ذا. احنا عندك شغل؟ احنا ابوك اطلبك 7000 تقول عندي شغل؟ انا كفيل عيوب. انا الصدق يا ابو سلطان، والله اني صاد ورانا امور. الامور مصلحه ومعنى. كل دراهم الرجال متى بتجيبها؟ يا احمد الرجال فاتح السناب الحين يقول دراهم الرجال متى تجيبها؟ والله العظيم يوم جد دراهمه انا اصلا مبتلي شخص، من يوم جد دراهمه في صرافتي والتطبيق متعلق عندي. امحوك تطبيق هذا الشيباني اللي معلق هذا الحين. احنا ابوك اطلبك 7000 وفاتح لي كوفي شوب وفاتح لي. اعقب يا الشيبا. مبارك يا ابو سالم ولا شوي؟ شوي. للي انا خابر. مبارك جي. مبروك. نقول مبروك. طفطف. نقول مبروك. الحين شوي تستاهل تستاهل، مع انك رحت وخليتني بس انك تستاهل يا ابو سالم. كلهم في المشي. هلا والله خليك من فوق فوق حنا. هلا والله كلهم. ما دريت انك فيه درامي يا ابو رحيم. متى ناوي الصدق متى يا ولد؟ يوم جد راهمك في صرافتي وخرب التطبيق وخرب كل شيء. الله واحد ما خرب التطبيق اللي وجدت. المشكله ما توقعت انك هنا اصلا. اي فتره مش منك. الحظ الصوم على اقدر امكن حظ الصوم. انا لوم ابن مشي عشان تدري ما يجمع الاعلان واحد. فاتمنى ما يجمع له مكان واحد. ما قلت مبروك لابو سالم مسعود. انا وش مسعود بن شعفول مبروك. في ذمتك. اي والله مبروك. والله حاضرنا في المغلا دفى بطن المزاع بل ما يشوه غايب فوق صدري حزن ما ادري شوق من البارح وانا احس ملل والقلب في حيره بغيت النوم قال النوم لا والله علي مرفوق ما ترقد لنيات الصبح وتغرد عصام